العادلين اللي وقفوا وقفة رجل واحد وراء المعتقل دريس بوطرادة. الخطاب ديالنا غنوجهو للجماهير الشعبية، خاص تعلم الساكنة ديال العكاري على أنها عندها معتقل سياسي تعتقل تهمة اللي هي وهي، والتهمة الحقيقية ديالو هي أنه قال كلمة حق، قال لا للفساد، قال لا للحقرة، قال لا للظلم. خاص يعلم الساكنة ديال العكاري على أنها هي المحصن الوحيد ديال هذا المعتقل وديال هذا الناشط. خاص تعلم الساكنة ديال العكاري على أن حركة 20 فبراير هي صمام الأمام والوحيد اللي قادة تحقق مطالب ديال الشعب المغربي. فتحية للمعتقل دريس بوطرادة، وتحية وتحيات إجلال المعتقلين السياسيين، وأخص بالذكر المضربين على الطعام، وتحية.